أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك لتبدأ مغامرتنا هذا اليوم. هذه قصة مخلوق قمري. لقد ولدت. سقط إلى كوكب الأرض لنرافقه في رحلته ونلتقي أصدقائه. أهلاً. ولنتابع مغامراته. فهل أنتم مستعدون؟ الحلم. أنا لا أعلم. ها لا تعلم؟ هل وقعت من القمر؟ أجل، هل أنت مثلي؟ لا، أنا سكيب وأنا جندب. أهلا. هيا. ماذا؟ صافحني وقل أهلا. أهلا. هل نفعلها ثانية؟ أجل. أهلا. أهلا. هذا يكفي. أريد سؤالك، أتعلم ما أفعله هنا؟ لا، أخبرني. أصيد الأحلام. سمعت أن الأحلام تأتي من القمر، وأنا أريد أن ألتقط الأحلام. أنا أتيت من القمر. هذا صحيح. أيعقل أنك حلم؟ أنا حلم؟ ربما، فأنت زاغب. ها؟ دغدغتني. أخبرني ما الحلم؟ إن الحلم يشبه... أكمل. حسناً حسناً سأكمل. إهدا، لا تتحرك، وراءك ضفدعة. ماذا؟ أين؟ أرجوك يا سكيب، هل أخرجتني من هنا؟ أرجوك. سأحاول. أنا آسف، لدي فكرة. أرأيت نظرتها إلي؟ إنها مخيفة، تريد أكلي. أسرع بوبسي، علينا التخلص من كل هذا العشب. قل هذا الكلام لنفسك بوبسي. لما توقفت؟ تحرك. ما هذا الشيء؟ إنه حلم. لا، بل أظن أن هذا كابوس. أجل كابوس. لا داعي لهذا الكلام. أهلا. الكابوس. من هذان؟ إنهما ووبسي وبوبسي، يظنانك كابوسا. كابوسا؟ يعني حلما مزعجا. وهل أنا مزعج حقا؟ لا لست مزعجا، بل لطيف. حقا؟ أجل سكيب. لم تشرح لي ما الحلم. الحلم شيء جميل ترغب فيه، لكنه غير حقيقي. أهذا يعني أني غير حقيقي؟ مستحيل، أنت أفضل الأحلام لأنك تحققت. أفاق النحل. أهلا. بل عليك أن تقول وداعا، أراك قريبا. سعدت بك. وداعا يا نحل. أهلا. كان النحل مشغولا بالعمل والجهد، وهذا ما أدهش مونزي، فهو لم يرى نحلة من قبل، لذا فهو متحمس لمعرفة كل ما يراه هنا. أصدقائي، أرجو أن تكون مغامرة اليوم قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة
لمشاهدة الحلقات القادمة.